بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي لآخر جزء من الرسم بتاع الجزء بتاعنا من الإعلان. هنيجي بقى هناخد الصورة التانية، نعمل لير جديدة وهنسميها image. ما كنا خلينا الايمج وبعدين شلناها، خلاص مش مشكلة. وناخد الصورة التانية، تعالى ناخد دي نحطها كده. طبعا هي نازلة بالمقاس بالظبط بتاع الستيتش بتاعي، تمام. هوسطنها واجي اروح اقفل اللير بالشكل ده. طبعا لو جيت عملت دلوقتي شايف الشكل بيبقى عامل ازاي. طيب الشكل هو يعني هو كده حلو. ممكن واحد يقول لك يا عم خلاص هي كده زي الفل وعشرة عشرة، اقول لك لا ما ينفعش والله، ان هنا 22 كيلو كتير كتير بالنسبة للحتة دي. بس ليه 22 كيلو؟ انا قلت لك طالما تقدر ترسم ارسم، طالما تقدر الحاجة تطلع فيكتور او رسم لازم ترسمها خلاص. وليه؟ عشان تبدأ برضو تعمل الافكتات بتاعتك على القلوب وعلى الحاجات دي كلها وعلى الخطوط والكلام ده، فلازم ترسمها ونبدأ نعمل الانيميشن بتاعها بعد كده. كمان ما ينفعش لو انت بقى يعني راجل المفروض انت بتشتغل شغل احترافي، يعني ما ينفعش تاخد باك جراوند من جوجل وتيجي تعملها له، ما ينفعش للأمانة. يعني هو ممكن ما يكونش عارف، بس دي الأمانة ما ينفعش تاخد له حاجة وتعملها له على طول كده زي ما هي. لا، انت تحط لمستك انت، والأحسن الأحسن تحط دماغك انت من الأول خالص. يعني انا بعلمك بس تجيب أفكار ازاي، تمام. فخلينا بقى نكمل الرسم. هنشيل الجيرل وهنشيل الجيرل بالورد، وهنخلي بس الصورة دي بتاعتنا واللير اللي احنا عملناه. طيب هنيجي على الخط بتاعنا وهنخليه واحد، ونرسم بقى الخطوط دي ونرسم القلوب والحاجات دي كلها. هنرسم الخط اولا، هنركز على الخط اللي فوق ده، تخين شوية. هنيجي من فوق لتحت ونيجي نرسم خط اللي هو نهايته هنا. كل الكيرفات دي كلها هتبقى بالكنترول، وتنزل نقطة عليها وتروح جاي عاملها بالشكل ده. بس خليك دقيق شوية لأن الخط لازم يكون انسيابي عشان ما يبقاش فيه كورنرز. بس عملنا اول خط سهل سهل. شايف هنا في هنا النقطة، يعني حتة هنا مش ما فيهاش انسيابية، فانا ممكن اروح جاي من عندنا مفيش مشكلة، من عندنا واروح جاي اعمل له حاجة زي كده بحيث انه يبدأ ياخد وضعه الانسيابي. طيب نخش بقى على تاني خط. عملت اول خط اهو، التاني نفس الحكاية نفس الطريقة. تاني خط التخين اللي تحت ده برضو هبدأ من هنا وانتهي هناك. واخد حاجة زي مثلا كده كنترول، ادي اول نقطة. ماشي التانية، نيجي نعمل الشكل ده. التالتة والرابعة،
نشيل الباك جراوند ونبدأ نعمل ريفاين بتاعنا، بتاع عينيا انا الاصح. انا عينيا انا دايما دايما مصمم عينيه هي الاصح، لان اللي انت شايفه مفيش غيرك، مفيش غيرك انت هتشوفه. يعني ممكن حد تاني ما يدققش قوي، ما يعرفش قوي، انت اللي عارف غلطاتك فين وعارف نقط ضعفك فين ونقط ضعف التصميم بتاعك. يعني خط كمان او لير كمان، وناخد الليارات الرفيعة كلها في ليار واحدة. هناخد السمك بتاعه هيبقى 5 من 10 او 50 من 100، ونيجي نشيل بقى دول. هنعمل 1 2 3 3 خطوط. اوكي، الخط ده معقد شوية. تعال نشوف هنعمله ازاي. هناخد اول نقطة بالكنترول، انا في الخط اللي وسطاني ده، انا كنت عايز اعمل الخط ده بس انا عينيا خدعتني، فخلينا في الخط الوسطاني هو اسهلهم. نشوف كده، دي هنا ودي كده وده هنا. نشيل الباك جراوند ونبص على الخط بتاعي، هلاقيه سموز مفهوش مشكلة خالص. اوكي، نشيل الخط ده ونخش على اللي بعده، نخش على الخطين اللي فوق واللي تحت. ليار جديدة، وناخد بقى الخط ده. اوكي، فوق كنترول، وهروح لازق له دي هنا كده. كنترول، وعند النقطة دي هعمل له واحدة، وهنا كمان هحتاج واحدة عشان أعمل المعاكس. كنترول، وأجي أعمل الكيرف ده نقرب شوية. هحتاج ده بس انه هيبقى مثلا ماشي، هستفاد منه برضو. هروح جايبه هنا، اروح اعمل له واحدة كنترول نقطة بحيث اني اعمل الكيرفات بتاعتي. تمام، آخر خط اللي تحت هو عامل زيه، لير جديدة، وعامل الخط بقى الأخير. الأخير أهو هو ده. نفس الطريقة،
شايف انا عمال باخد الخط فين، بطلع منه اهو. بطلع منه دي كمان، ممكن اشيل دي خالص عشان افصله، واطلع واحدة، ارسم واحدة جديدة ان، واجي في منطقة الطلاق هنا واعمل له روفاين بسيط، شيل ده بقى سناب. حط نقطة هنا، هنا واحدة، هادي نجرب كده كلها على بعضها. ممكن ناخد له نقطة برضو، في هنا كورنراية كده مش مريحة للعين، جميل. خلصنا الخطوط كلها، هنيجي ونشوفها كلها، هتبص تلاقيها بالطريقة دي. لو جيت بقى شلت الباك جراوند هتبص تلاقي الخطوط بتاعتك بالشكل ده، هو شكلها غريب شوية بس في الآخر هتطلع كويسة زي ما انت شوفت في النتيجة النهائية. كويس، هنا هنسمي بقى الخطوط بتاعتنا لاين 1 لاين 2 لاين 1، كل واحد طبعا فلير، كل واحد بموفي كليب مختلف. واحد لاين 1 لاين 2، انا عايز الاثنين التخان لاين 1 لاين 2، تمام. لاين 3 لاين 4، هما كام لاين؟ واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ولاين خمسة. نايس، خش بقى على القلوب وعلى شوية الحاجات دي، مش هنعملها كلها طبعا لأنها كتير قوي، لو عايز تعملها انت اعملها مفيش مشكلة، انما احنا هناخد اغلبها او طريقة يعني تكون احسن كويسة. يعني هناخد القلوب، وطبعا هارت 1 هارت 2 هارت 3 نفس السيكونس بالظبط، هارت 1 ونعمل له القلب اللي هو عايزه. اوكي، ادي لاين، مش هيجي كله، ماشي هناخده براحته. اللاين ده كله على بعضه هاخده Alt Modify Transform Horizontal، واجي اروح جاي اعمل له روتيت واحط ده مع ده.
بقى قلب وزي الفل كمان. خلاص ادي القلوب تعتبر خلصت. طبعا انت عارف بقى هنعمل ايه. دبل كليك هارت 1. اوكي ناخد بقى دي كنترول سي طالما عملنا بقى لير فوق، وكنترول في ونيجي نحطه كل واحد بقى الهارت بتاعه، يعني كل واحد والبوزيشن بتاعه يعني. اوكي بتهيألي ان الخط نفسه اللاين نفسه صغير شوية، كنا عاملينه على النص، هنخليه واحد. طبعا هيدي يعمل موديفاي على كله. هنا هارت 2 اوكي نفس الطريقة. ونكبر. عايزك يعني تشتغل بمزاج في الإعلان، سيبك من حتة أعمل بسرعة الإعلان عشان أشوف اللي بعده. الفكر ده هو اللي جايبنا بصراحة لورا، يعني زي ما بيقولوا يعني اعمل إعلانك على أحسن ما يكون، دايما على أحسن ما يكون. يمكن تلاحظ شوية فيها الدقة شوية، تمام؟ دايما خد وقتك، طلع اعلان كويس تكون راضي عنه، وبعدين ابدأ اظهره، اعرضه مثلا للنقد او اعرضه على العميل. انما نص نص لا، يعني انت ما تكونش مقتنع بيه نص نص تروح اقول لي يلا خلص بقى وبتاع، لا صدقني بيظهر، يعني كل ده بيظهر قدام العميل بتاعك. عملنا القلوب دي، احنا عملنا 4 قلوب اعتقد. دي كان هارت 2، ده هيكون هارت 3. الاتنين دول هنقول لهم distribute to layers. ده هارت 2 تحت اهو، هارت 3، هارت 4. تمام خلصنا الهرطات، هنخش على آخر حاجة بقى، شوية الكور دي أو اللينز البسيط ده. هتيجي تعمل هنقول لينز أو حاجات اللي هي مضيئة. هنشيل بقى الستروك خالص وناخد اللون ده نفس اللون، وهنعمل دايرة عادية جدا اوفال، ونعملها عادية جدا بشيفت تطلع نفس الكواليتي بالظبط. اوكي نشيل سناب، هنحط بقى احنا بطريقتنا، يعني احنا هنحط واحدة كده كل بطريقة حلوة بحيث انها تطلع يعني لذيذة. يعني هنحط واحدة هنا، وهنستخدم الألفا بتاعتها كمان، يعني الألفا بتاعتها نفسها هتختلف من موضع لموضع. حط واحدة هنا واحدة هنا وواحدة مثلا فوق، دول الكبار، وواحدة هنا مثلا، ودي هتكون كل ما يطلع فوق. انا عايز مثلا كل ما يطلع فوق كده يبقى الالفا اقل شوية، دي هتكون الالفا بتاعتها 100%. ده هنخليه مثلا 80%، هتلاقي بقت شفافة شوية. دي هنخليها 70،
الألفا. لو أنا شلت الباك جراوند دلوقتي خالص هتبص تلاقي كل واحدة بس هتظهر، هي مش ظاهرة قوي بس هتظهر دلوقتي. خلينا دي نخليها 60، 60 نفس اللون. اوكي خلينا دي بقى ناخدها 50% مثلا. نايس. هناخد اللي في اللاير دي كلها كنترول A ونعمله distribute to layers. شاف كام لاير؟ كتير. وهنسيب خلاص بقى اللينز ده، هاخد بس الاسم كنترول C وارميه في سلة المهملات. دي المفروض انها فين؟ خلينا ناخدهم برضو بالدور. لينز 1، لينز 2 و 3 و 4. وفي 5 كمان تحت خالص. اوكي حلو قوي. الباك جراوند، الباك جراوند اللي موجودة اصلا في الصورة، يعني اللون البنفسجي كويس قوي، لان انا قبل كده اتكلمت في حتة السيكولوجي بتاعت الالوان في حاجات فري ونوهت عليها هنا. فاحنا هنعمل اللون البنفسجي ده حلو بالنسبة للبنات، يعني بيبقى لذيذ. وهنخلي راديال، وهنخليها نرسم لها واحدة هنا كده. تمام، خليها بقى على جنب كده. وهنبدأ نغير في اللون، اللون الأبيض اللي هو جوه ده. ماشي تعالى بس برضو كده، الأبيض اللي جوه ده هو اللون ده. تمام، يعني احنا لو جينا كده مثلا ضغطنا على F هتبص تلاقي الأبيض ده نزل تحت هنا. اوكي يبقى ده نبدأ نظبط الألوان بتاعته. الأبيض هو اللون ده، واللون ده هيكون اللون تقريبا تقريبا نفس الإفكت، بس ناقص له حاجة بسيطة. هنروح جايين كده وضيف الواحدة، ونقول مثلا اللون ده دبل كليك، ونروح على الكلر ونفتح اللون شوية بحيث ان يبقى فيه تدريجة شوية. هي كانت فرق اللون كبير، هنخليها غامقة. ونخليها الألفا بتاعتها شوية، جرب كده. لا وحشة قوي. خلاص طالما انا كده حلو قوي. ممكن نخلي التدريجة دي بطريقة تانية برضو، يعني بالإف برضو، ونخلي دي توسع شوية، ده الأحسن يعني والأسهل. خلاص ادي الباك جراوند ظبطناها 100%. يبقى دي هنسميها بي جي، ودي هتترمي خالص، ودي بقى ايه في النص، في نص الاستيج. حلو. الخطوط لاين 1 لاين 2 لاين 5 هنعلم عليها كلها. البي جي دي هتقفل وهتتحط باللون
بتاع اللينز، القلوب كلها هتتحط عليها ال، خلينا نغير من جوه، ناخد بس الأول الخطوط دي درجة اللون بتاعها. ممكن نحط عليها وخلاص من بره يعني، ممكن نحط عليها هقول لك دلوقتي تنت مثلا او ادفانسد. خلينا ناخد التدرج اللوني ده، كنترول سي سكيب عشان اطلع بره، واجي مثلا عند الهارت 1 او اي هارت فيهم، واجي انزل كلر افكت واجي اخليه تنت واخلي نفس اللون بالطريقة دي ماشي، او من جوه عشان يضيف على كله بقى، وده الاحسن عشان ما تقعدش تعمل على عنصر عنصر يعني. راح جاي اعمله كده بس، انت ريحت نفسك تمام. يبقى دي تنتهي، هنشيلها خالص لان خلاص انا عملت موديفاي كل ده عنصر واحد ونسخة واحدة، فهيأثر على كله. نظهر بقى كله، نبدأ نعمل شوية ريفاين بسيط بحيث ان مفيش حاجة تبقى شكلها غريب او متداخلة يعني. فخلينا نحط لمسة من لمساتنا. انا كنت شايف يعني كنت ملاحظ ان كان هنا في وردة او حاجة زي كده، انا ما بعتمدش على اسلوب التلقين اهو، انا عايزك انت تبدع او انت تبدعي يعني. انا مش بحفظك، انا بوريكي يعني. ال الكورس ده فعلا زي ما قلت في الانترو صعب، صعب في انه مش صعب كتكتيك يعني، صعب انه ممكن انا ابقى صغير في شغل كتير، وصعب كمان انه في كله افكار يعني. انا بديك افكار، انا عمري ما هديك انت بتعمل ازاي كده وبتعمل ازاي كده، ما كل الناس عارفة ادوات الفلاش، لكن هي الموضوع فين؟ في الفكرة. الموضوع في الفكرة، انك توصل تطلع بفكرة كويسة وتطلع بتتوظف الادوات كويس انك تطلع فكرتك. ادي الموضوع كده، انا خلصت رسم للاوبجكتات كلها الموجودة. ممكن بقى حاجات بسيطة جدا يعني، حاجات بسيطة جدا، ممكن اخد حاجات زي كده واروح جاي بقى اظبط بيها شوية السين بتاعي. هنقول ده 40، اقفل بقى الباك جراوند. واخلي دي 25 ودي 10، ونصغر دي 3 ودي 4 ونفس الطريقة برضو. انت يعني عايزك تبدع شوية برضو، تشوف ايه اللي مناسب واعمله. دي ممكن اعملها جلو، شايف، بحيث انها تبقى شوية مضيئة. وممكن كمان نعمل الجلو بتاعها بنفس اللون بتاع، اعتقد انا كنت واخد الكود اهو، هنقرب، شايف تبقى عاملة ازاي. دي فكرة برضو من الأفكار. ممكن لو عملت هايت هاي أو ميديوم يديك نتيجة برضو تانية. براحتك، ممكن تظبط حاجات، بس خلي دايما دايما خد بالك ان ده، او خد بالك ان ده اعلان لموقع بنات يعني، لازم يكون رقيق. احنا كده خلصنا الرسم كله بإذن الرحمن.
من بداية من الفيديو الجاي هنبدأ بقى نظبط حتة الانيميشن ونبدأ نحرك شوية. بس انا شايف هنا ممكن دي تيجي هنا تبقى احسن. وممكن كمان لو دي نشيلها او نعمل لها كوبي ماشي، بس انا يعني ايه برضو الحاجة لازم تبقى يعني عجباني الى حد ما. ناخد التنت ده ونخلي الوردة دي كده، كسر كسر الروتين او كسر شوية التصميم شوية. ممكن تبقى أغمق، جميل دي كويسة كده، كأن الشكل مفرغ يعني. من الفيديو الجاي إن شاء الله نبدأ نعمل أنيميشن وظهور الورد وكل اللي احنا شفناه في النتيجة النهائية إن شاء الله. السلام عليكم.